حضرنا ذكرى استشهاد شهداء العبارة واستمعنا إلى مطالب الأخوة عوائل الشهداء اللي راحوا ضحية العبارة، وإن شاء الله راح نوفر كل ما بإمكاننا أنه نوفر لهم من قطع الأراضي واستحقاقاتهم اللي وعد بها رئيس الوزراء المحترم أنه يتوفر لهم رواتب كشهداء. إن شاء الله إحنا راح نتابع الموضوع وراح نكون إن شاء الله دورنا فعال بهذه الموضوع، لأن أكو ناس لحد الآن ما سلمت حقوقها.